انا امي بركه. المفروض ان هيبقى فيها يا سبايك يا فلوس، انت متخيله؟ احنا هنلم تمنهم باذن الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا الحقيقه. ان انا النهارده جايه ارفع عني وعنكم نوعيه الفيديوهات اللي انا بعشقها. مش هطول عليكم يعني، بس الاكيد ان انا هبهركم سوسته. واخيرا يا جماعه، ايوه هنشوف حظنا النهارده في العتاوله. خلصت انا كده؟ لا طبعا. جربت معاكم قبل كده كاشات، لكن ده سوبر كاشات، المفروض ان هو يعني اضعاف. هنشوف كل ده ايه. ولكن بقى اللي استوقفني حقيقي، قلت ما ينفعش يعدي من تحت ايدي من غير ما اجربه. يا جماعه البيض وسبايك، ده كلام السبايك؟ معقوله كده؟ يلا نشوف سوبر كاشات. الاول طبعا اول حاجه لازم نعملها، بس عشان تبقوا عارفين ماما منبهه عليا الموضوع ده، اني اشيلها باكو من كل بسكوت، فده بتاع ماما. بس هنشوف يعني هيطلع لها ايه. بصوا، هو مبدئيا ده اصدار شهر 3/2024، ربنا يستر. يعني هو السنه دي ومن شهرين اكيد شالوا اللي كان فيه، مش حطوا فيه. يعني ده بديهي يعني. ماما بفتح اول واحد، هيكسب ولا لا؟ باذن الله يا رب ما يكسفكيش يا ماما. هو احنا كسبنا. استني بس عشان طلعت فاضيه. ولا حاجه، ورقه رسم. خش في الثانيه، هيكسب ولا لا؟ هيكسب. ما تصغرناش، باذن الله هيكسب. 5 جنيه؟ لا 5 جنيه بجد يا جماعه، انا امي بركه. ادي اول 5 جنيه اهي. اللي بعده ده بتاعك انت، ده مخليهولك. نشوف هيكسب ولا لا. امي عايزه ايه بايديها؟ عارفه ان هي يعني بركه. انا مش ماشي. لا مش عايزه ده. لا افتحي ده، فاضي. ده نصيبك، ده انا سحبتهولك. بس انت سحبتيه بنفسك. استني، ده في حاجه بس مش عارفه في ايه. ده فاضي ده. استني، طب نفتح مع بعض في نفس الوقت. ايه يا جماعه في ايه؟ مش قلت لكم انا؟ فاضي. فاضي عندك برضو؟ ورقة. في ورقة؟ ماما زعلت، الكيس بتاعها طلع ما فيهوش حاجة. ده غالبا ما فيهوش أي حاجة. يعني افتح الناحية دي. ده في 5 جنيه تانية. أنت اللي سبتي لنفسك، أنا مالي، أنت بعتيلي واحد. طب ماشي، اختاري واحد من دول. أنهي واحد؟ اختاري واحد من دول. هاتي اللي هو تالت واحد من هنا. ده؟ ماشي، أنت اللي اخترتيه. في إيه؟ 10 جنيه ولا 5 جنيه؟ وريني طالع إيه؟ اهي 5 جنيه. ماما طلع لها 5 جنيه فعلا، اللي هي اختارته طلع لها 5 جنيه كده، 15 جنيه. نفس الورقه، ما فيش حاجه برضو. فاضل 2. شمال ولا يمين؟ قولي لنا عشان يسمعوا. هات اليمين، انا بحب اليمين طول عمري. ماشي، ان شاء الله ده اللي هيبقى فيه. ده فاضي وده فاضي. نخش على اللي بعده. هو بس العلبه مرهقه شويه، عادي، اهم حاجه اللي جوه العلبه. غالبا ده نفس البسكوت يا جماعه، اللي هو كان اسمه جعفر العمده تقريبا. اوبا، 10؟ لا ده بيكسب بجد. ايه ده؟ 5 جنيه كده، انا 15 جنيه لحد دلوقتي. ها ولا ده؟ يمين؟ لقيت اليمين مش نافع. مش على بعده؟ ايه دي 10 جنيه ولا ايه دي؟ ورقة دي ولا بجد؟ تحسيها 200 جنيه كده وكده؟ كده وكده، قديمة أوي شوية. أوبا، 5 جنيه تانية والله، وعملوا ورق. هنشوف يعني. ده برضه مفيش حاجة. ده فاضي برضه. ادي 2 انا. 2؟ لا واحد، عشان مش بتوريهم. الحاجة ان ماما بقى ايه، بتحب الحاجات دي زيي. مفيش شبشب بقى هيطير ولا حاجة. في ده باين. ماما دي يا جماعة اللي فاكراها في نص تاني معايا انا. مفيش نص تاني ماما، دي كده وكده. انت بتديني مزاجي. ما بديكيش بمزاجي. فاضي. يعني انا عارفة ان هو فاضي وبديهولك. ايوه انا بقولك ده فيه يا جماعة. ماما بتتقمص مني دلوقتي. فاضي للاسف. تعالوا بقى نشوف ده. هتلاقي لا 200 جنيه اللي طلعت لماما. اي كلام. اخر واحد ده، اخر واحد ده انا اللي هفتحه. انا هفتحه عشان هو فيه. فاضي حبيبتي. المفروض ان هيبقى فيها يا سبايك يا فلوس، انت متخيله؟ طب اديني ده ولا ده؟ يمين؟ نوزع عشان السبيك قبل ما نفتح. استني، ده في حاجه. لا يعني هي متطبقه. بصوا هو شكله غريب جدا يا جماعه. شكله يعني هو ده؟ طب عارفه ازاي؟ استني، هو هنا في حظ اوفر المره القادمه. بصوا انا شفتها فين؟ انا لقيت 5 جنيه. متاكده انها 5 جنيه ولا زي بتاعتي اي كلام؟ 5 جنيه. ايه الحكايه؟ لا دي شكلها فلوس بجد. لا دي شكلها فلوس بجد. ايوه 5 جنيه. لا دي 10 جنيه. ولا 5 جنيه. اوبا 5 بجد بجد؟ اه والله. اوبا 5 جنيه. هي 10 جنيه مقطوعه يا جماعه. حد شايف هنا كده؟ 10 جنيه مقطوعه ماما. الحمد لله. احسن من بلاش. تاني 5 جنيه كده، 20 جنيه بقول 4. احنا هنلم تمنهم باذن الله. 16. انا مش شايفه.
اه لا ده انا كنت شايفه فعلا ان مفيش حاجه. اللي بعده دي ايه ده؟ 200 جنيه مقلب. خدي ده قالوا لك كده بابا. استني ده في حاجه 50 جنيه. فانا طبعا اتخضيت شفت ال 50 جنيه الاول. عشان وحش. بصي ده اللي معايا بقى 50 جنيه حقيقيه يعني. بس طبعا مش حقيقيه يعني. ماشي كده فاضل اتنين. ها؟ واحد انا وواحد انت. يلا يلا مع بعض. ايه؟ يبقى ده طلع لنا فيه 20 جنيه. 10 20 25 35 جنيه. انت معاكي كام يا ماما؟ معاكي كام انت؟ 10. ما تنسوش تقولي اجرب معاكم ايه كمان. اشوفكم في فيديو جديد.